اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في جوله جديده من مرجان وهميزات ديالو. نبداو اول بالحاجه هاد الباكيه ديال اتاي، كيف كتشوفوا هادو التخفيض داروا لها 39 درهم عوض 42 درهم. تيكونوا ثلاثه ديال البواط هكذا ديال اتاي ديال الهديه، هذا 4011 والثمن راه مخفضين فيه كيف شفتوا معايا. وكاين هاد ديال مربوحه داروا ليه 38 درهم عوض 42 درهم. هاد ديال الهديه تا هويا شوفوا معايا، يعني دائما كيبقى الباك فيه ثلاثه ديال الباكيات بحال هادو، وهادو واقيلا كل وحده فيها 200 غرام. هانتوما غادي نقلبها لكم 200 غرام. المهم كاين بزاف ديال التخفيضات، انا خديت لكم هكا غير واحد المقتطفات من مرجان باش اللي بغى شي حاجه يمشي. وكاين هاد لولو هذا ديال سامر كيطلع ب 59 درهم. ديك القرعه ديال الزاج راها كبيره، هاد اللي على اليسار راها قرعه كبيره، وهذيك الصغيره كتمشي بالمجان. الصغيره ديك اللي كتكون بحال لابودغ، مشات ليا سميتها اسمحوا لي. دونك كيبان لي ثمن اقتصادي والله الا ثمن رائع لعشاق القهوه. كاين بزاف ديال لي زوفر فيها صراحه. وهذا الباك هذا ديال السلطان كيمشي تقريبا المهم 39.95 بحال 40 درهم، يعني كتاخذوا جوج كيف كاتبين هما، والثالثه كتكون هكذا بالمجان. يعني عشاق ديال اتاي سلطان راه كاين فيه لا برومو دائما. يعني بالنسبه للزيت ما كاينش تخفيض صراحه، ارخص حاجه كيف قلت لكم دائما تيبقى ب 110 دراهم تقريبا 111 درهم، يعني هادو هما الارخص ما كاين. هاد ليو داك الزيت الاولاني اللي شاركت معكم، بالنسبه لهداك زيت لوسيور هو تيبقى ب 119 درهم. صراحه اثمنه خياليه في الزيت، زعما كنتمنى انهم ينقصوا لنا، لانه راه الله يكون في العوان، راه بنادم راه ما بقاش كيقدر ياخذو. بالنسبه ديال نوار الشمس كاين هذا ديال ويلور كيدير 131 درهم. كاين واحد التخفيض رائع رائع بزاف، كنتمنى انكم تستغلوه ديال المايس الا كنتو في حاجه ليها. هاد الدرا هذا ديال كارتيي داروا ليه 3 ديال لي بواط ب 17 درهم، غالبا كان تيدير هذا الشيء 27 درهم. المهم هذا واحد التخفيض رائع، يعني انا استفدت منه وخديته فعلا كان كيدير 27 درهم. والناس اللي كيوحلوا في الطبايع مع حويجاتهم كاين هذا الليكيد هذا ديال فانيش، يعني هذا راه معروف وغني عن التعريف. هذا كتكبوا غير واحد شويه في البلايصه اللي فيها البقع، كتخليها واحد الدقائق وكتعاودوا كتصبروا بالمسحوق ديالكم والبقع كتمشي. يعني هذا كيف شفتوا معايا خاص بالملابس الملونه والملابس البيضاء، يعني ما فيهش الكلور، ما كتخافوش على حويجاتكم. بالنسبه لهاد اومو ليكيد اللي تيبغي كيف كتشوفوا معايا راه ديري ليه ناقص 5 دراهم، يعني فوريه كتنقص لكم. هذا داروا ليه تخفيض 85 درهم تقريبا 86 درهم. كاين ليكيد ديال اريال، هذا ديال 3 كيلو، ويعني بزاف الناس كيخدموا بهذا ليكيد كيجيهم بحال كيحافظ لهم على الماكينه وعلى الحوايج. هذا راه داروا ليه 102 دراهم كيف قلنا، هذه 3 كيلو. كاين عندهم حتى هاد الليكيد صراحه انا جربته، خديت الابيض ديالو ودابا خديت الخضر. صراحه يعني هذا جاني انا اقتصادي، داروا لي بروموسيون 7.95 درهم. شفتوا معايا فيه الابيض ديال جوكوا هذا ديال الويفيرا، وفيه الخضر، وفيه ديال داك الموف ديال الخزامه، وفيه الصفر. يعني هذا الثمن بروموسيون كنتمنى انكم تستافدوا منها. بالنسبه لهاد جافيل هذا ديال اكسيت، هذا داروا ليه 12 درهم فاصله 50، ثمن مخفض حتى هويا. وكاين هاد ساني كروا هذا اكسيت هو داروا ليه 11 درهم فاصله 95. بالنسبه لهاد البابي جينيك ديال سيل باك، صراحه انا هذا هو المعتمد عندي، هو بصح تيكون الثمن ديالو زايد ولكن لا كاليتي ديالو رائعه. الا كنتو كتقلبوا على شي بابي جينيك زعما رائع، هو هذا الثمن ديالو 77 درهم. وهاد الباك فيه 24 وحده واقيلا، المهم هي مكتوبه عندكم انا ما عقلتش سمحوا لي. كاين هاد ساني كروا هذا تا هو داروا ليه 12 درهم فاصله 95 واقيلا، هذا ديال ايترو. ونتمنى الجوله ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش انكم تبارطاجيو لا فيديو باش توصل اكبر عدد من الناس ويستافدوا من هاد لي برومو. تخليو لي التعاليق وتابوناو عندي باش يوصلكم كل جديد. كاين بزاف ديال الهميزات اللي غنشاركها معكم، وكنشكركم بزاف على التفاعلات ديالكم معايا وعلى لي كومونتير زوينين اللي كتخليو لي. الله يجازيكم بالف خير والله يرحم لكم الوالدين، وشكرا والسلام عليكم.